أعزائي الطلاب السلام عليكم أنا المدرس اسكندر علي مدرس مادة الأحياء وأدرس في مدرسة ثانوية الروزاك النموذجية أحد المدرسين الذي يشارك في هذه البرنامج اللي عبارة عن واتسايب سايب فيرخواز دوت كورت واللي تتضمن كل المواد المنهجية التي تبدأ من المرحلة الرابعة خلينا نقول الابتدائي الى المرحله الثاني العشر وتتضمن كل المواد بما فيها المواد العلميه والكمبيوتر وكذلك اللغات فهذه ممكن انه تستفادون من هذه الويب سايت ومثل ما هو موجود في ادنى الشاشه تشوفون العنوان ويمكن الاستفاده منها فاني بالنسبه لي راح ادرس ماده الاحياء وابدا بمادة الأحياء المرحلة الثانية عشر واللي هي عبارة عن وحدتين الوحدة الأولانية مثل ما تعرفون في مادة الأحياء عبارة عن أجهزة الجسم الإنسان تتضمن ستة فصول والوحدة الثانية علم الوراثة والتقنية الحيوية وتتضمن الفصول سبعة ثمانية تسعة عشرة فالفصل الأول اللي هي الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي هذه كفصل اول تتضمن ثلاثه اقسام. القسم الاول تنظيم جسم الانسان، والقسم الثاني الجهاز الهيكلي، والقسم الثالث الجهاز العضلي. في هذا الدرس راح ابدا بالقسم الاول وهي تنظيم جسم الانسان. مثل ما تعرفون جسم الانسان او الانسان او الكائن تبدا عند اتحاد الحيوان المنوي بالبيضه مكونه الزيجه وتبدا الزيجه بمراحل التكوين الجنيني. هنا تبدا جسم الانسان في اتخاذ شكلي بعد هذه المرحله وتبدا بالنمو وتزداد عدد الخلايا وتبدا الانسجه بالتكوين ثم الاعضاء والاجهزه في حين في نهايه الاسبوع الثالث تكون هذا الشكل الجنين ذات تناظر جانبي اي يمكن تقسيمها الى قسمين متساويين ويبدا ظهور فقاريه تدعم او الهيكل وتدعم وضعيه الجسم العموديه المستقيمه. اما هذه جسم الانسان عندما تتكون فتنظم بشكل اربع مستويات نسميها مستويات التنظيم من الاصغر الى الاكبر. فاولا كان الخليه تبدا بالانقسامات متعدده في مكونه النسيج والنسيج تبدا بالتكوين العضو ومن العضو تتكون الجهاز. فالخلية هي الخلية الواحدة مثلا إذا ما تقسمت فتكون مجموعة من الخلايا المتشابهة في التكوين وهو ما تسمى النسيج أما مجموعة من الأنسجة المختلفة إذا تجمعت وقامت بوظيفة معينة مكونة العضو كما مثلا المعدة الأمعاء الكلية وغيرها مجموعة من الأعضاء إذا شاركت في القيام بوظيفة معينة فتكون الجهاز مثل الجهاز التنفسي الجهاز مثلا الهضمي وجهاز الدوران وغيرها إذا مثلا عندنا المعدة وهو عضو وتمثل أعلى درجات التنظيم من الخلية والأنسجة يعني تتضمن الخلايا والخلايا تضمن الأنسجة فالأنسجة هي التي تكونت المعدة أما أنسجة الجسم اللي راح ندرسها في هذه القسم فخلينا نعرف ما هو النسيج مجموعة من الخلايا المتشابهة في التركيب وتعمل معا لأداء وظيفة معينة عادة في جسم الإنسان يوجد أربعة أنواع من الأنسجة أولا النسيج العضلي والنسيج العصبي والنسيج الطلائي والنسيج الضام فأولا النسيج العضلي يتكون هذه النسيج من مجموعة من الخلايا المتشابهة هذه الخلايا تتميز بأنها لها قدرة على الانقباض بما أنها القدرة على الانقباض لذلك تقوم بوظيفة الحركة إذا تنقبض معا أنه خلايا قادرة على الانقباض وتنقبض معا بنمط متناسق لتحريك أعضاء جسم كحركة الوجه وحركة العينين والأطراف وغيرها يوجد في جسم الإنسان ثلاثة أنواع من النسيج العضلي أولا العضلات الهيكلية هي العضلات التي ترتبط بالعظام ثانيا العضلات المساه العضلات الموجوده في داخل الجسم يعني موجوده في الاعضاء الداخليه عدا القلب. وثالثا العضلات القلبيه وهي موجوده موجوده عاده في جدار القلب. فالعضلات الهيكليه عاده عضلات اراديه ترتبط بالهيكل وتحرك العظام منها عظام الاطراف والوجه. اما العضلات الملساء عضلات لا اراديه، يعني ما نقدر نتحكم بحركتها، ترتبط باعضاء الداخليه كجدار المعده. اما وظيفتها فهو عمليه النقل. ان كان عضلات هيكليه تنقل او تحركنا في هذه اذا كان هيكليه، اما الملساء فالنقل المقصود بها موجود في جدار الاعضاء الداخليه مثلا توجد في جدار الجهاز الهضمي، فتقوم بنقل الغذاء. توجد في جدار الأوعية الدموية تقوم بدفع الدم أما النوع الثالث هي العضلات القلبية موجودة في العضلات في جدار القلب وعادة عضلات لا إرادية أي تشبه العضلات المساة بأن ما لا نستطيع التحكم بحركتها وتكون جدار القلب والذي يضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم فإذا جاء السؤال مثلا اختار الجواب الصحيح أي من التالي تمر عبر الذراع؟ اي من العضلات العضلات القلبيه عضلات ملساء عضلات اللا اراديه اما العضلات الهيكليه حتما الجواب هي العضلات الهيكليه اما النوع الثاني من العضله النسيج هو النسيج العصبي لو تشوفون هذا الرسم مجموعه من الخلايا المتشابهه نجميه الشكل وذات البروزات فهذه تمثل كليه يتكون النسيج العصبي عادة هذه النسيج التي تتكون مجموعة من الخلايا الوظيفة الأساسية هي متخصصة في استقبال المؤثرات ونقلها عبر جميع أنحاء الجسم بشكل سيالات عصبية يعني أي مؤثر من المؤثرات الموجودة في الجسم كالحرارة مثلا البرودة الألم أو مثلا الرؤية أو السمع كلها تنقل عبر النسيج العصبي اللي هي وظيفتها أو بشكل سيالات عصبية تنقلها الخلايا النسيج العصبي أما ماذا تضم؟ تضم النسيج العصبي الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب. ويوجد في أجزاء من أعضاء الحس كشبكية العين أيضاً. وكذلك في الأذن وفي الجلد وغيرها. يتأثر بعض من النسيج العصبي بتغييرات تحدث في الوسط الداخلي وكذلك الوسط الخارجي. ويتحسس بالمؤثرات ويستجيب عنها. يعني يفسر بعض معلومات الحسية مثلاً مع نتحسس بالألم نتحسس بالحرارة نتحسس بكل ما يحيط بنا والآخر يحرك الجسم الاستجابة عليه يعني تحريكه أو الاستجابة عن هذه المعلومات ينشط الأنسجة الأنشطة الإرادية واللا إرادية يعني ما يقوم بها أعمال تحت إرادتنا نحرب نعرب بي. وكذلك بعض الأفعال الداخلية في أعضاء الجسم يتحكم بها أيضا من وظيفة النسيج العصبي. أما النوع الثالث هي النسيج الطلائي، تعمل كحاجز لما تشوف هذا الرسم مجموعة عبارة عن الخلايا وتعمل كحاجز يقي أسطح الجسم، لأن خلاياها تكون متقاربة مع البعض وبالتالي يعمل كحاجز، لأنه يتكون من طبقات من الخلايا، كل طبقة ذات خلايا متراصة وتمسك بأحكام بعضها البعض. تختلف ترتيب النسيج الطلائي حسب موقعه. قد تكون هذه النسيج الطلائي يتألف من طبقة واحدة من الخلايا كما يتكون الأوعية الدموية خاصة الشعيرات الدموية ويطلب أن تكون طبقة واحدة لأنه تسمح بمرور المواد خلال بين الدم وخلايا الجسم قد تكون هذا النسيج الطلائي تبطن القصبة الهوائية خلايا مهدبة وكذلك تفرز مواد مخاطية هذا تعملان الأهداب والمواد المخاطية على التقاط المواد المستنشقة واحتجازه والتخلص منه أما النسيج الطلائي قد تكون من خلايا ميتة كما في الجلد وهي خلايا مسطحة تكون عادة الخارجية مادة ميتة والذي تغطي وتحمي طبقات الجلد الداخلية أما النسيج الرابع هي نسيج نظام وظيفته الأساسية يربط بين تراكيب الجسم ويدعمها ويحمي أكثر أنواع الأنسجة وفرة إذا ما قرنا بالأنسجة الأخرى اما ماذا تضم تضم العظم والغضروف والأوتار والنسيج الدهني والدمي وكذلك اللمف تتصف هذه الانسجه بخلايا مغموره في الماده الخلاليه من مميزات هذه النسيج انه تختلف عن الانسجه الاخرى انها خلايا توجد بيناتها ماده بينيه او الماده الخلاليه قد تكون هذه الماده الخلاليه صلبه كما في العظام لانه يتكون من الاملاح والكالسيوم وهذه الذي تجعل المادة العظم صلب أو قد تكون شبه صلبة كالغضروف والأوتار والدهن أو قد تكون سائلة كما في الدم إذا هذه هي الأنسجة الأربعة في الجسم فيما إذا تعمل معا فتكون العضو أما السؤال من الأسئلة الموجودة في الكتاب ما الفرق بين النسيج العضلي والنسيج العصبي؟ كملخص اثنيناتهم وهي نسيج عضلي تكون من خلايا عضلية قادرة على الانقباض، لذلك وظيفة الحركة. أما النسيج العصبي تكون من خلايا عصبية متخصصة في إرسال واستقبال المعلومات في الجسم على صورة سيالات عصبية. سمي أنواع الأنسجة الأربعة في جسم الإنسان واذكر مثال لكل منها، هذا أشرنا إليه. اختار الجواب الصحيح. يعد الاوتار والدهون من انواع الانسجه، هذه من امثله النسيج الضام اما الماده الخلاليه التي تنغمر فيها الخلايا نسيج العظم هي حتما الماده نسيج العظم حتما تكون ماده صلبه. خلايا من الانسجه الضامة التاليه تكون مغموره بنفس الماده الخلاليه. الدهن والاوتار، الغضروف والعظمي، الاوتار والعظم، والدم والاوتار. فالجواب حتما الدهن والاوتار لان يعني العظم صلبه وهذا شبه صلبه اوتار شبه صلبه العظم صلبه الدم سائله والاوتار شبه صلبه. فيما اذا عملت الانسجه الاربعه معا فتكون العضو. اذا ما هو العضو؟ يتالف او تتالف من انسجه متنوعه تعمل معا لاداء وظيفه معينه. مثلا المعدة هي عضو لأنه مؤلفة من أنواع الأربعة من الأنسجة وظيفتها هو مزج الغذاء وكذلك بفعل الأنزيمات لغرض هضمها ونقلها إلى خلايا الجسم للاستفادة من هذه المادة كطاقة لا تعمل العضو لوحده بل تتكامل مجموعات من الأعضاء مكونة جهاز لأنه يعني لو طلعنا مثلا المعدة في مجموعة من الاعضاء في في جهاز واحد فما تعمل وحده فلا بد ان تعمل مع الاعضاء الاخرى مثلا الجهاز الهضمي اللي تتضمن المعده الامعاء الدقيقه الكبد البنكرياس جميعها تعمل معا حتى تحطم المواد الغذائيه وتزيئتها وتنقل عبر الدم الى الخلايا الجسم للحصول على الطاقه اختار الجواب الصحيح يتكون العضو من مجموعة من الأعضاء متشابهة التركيب، الأنسجة متشابهة تعمل معا تتالف أنسجة أربعة تعمل معا الجواب الدال ألف وباء معا حتما الجواب جيم لأنها تتألف من الأنواع من الأنسجة الأربعة ولكن هذه الأنسجة تكون عادة مختلفة وليس متشابهة إذا عملت الأجهزة معا أو عادة الأجهزة تعمل معاً فحتى تكمل الجسم هذا ما راح نعرفه من خلال موضوع تسمى تكامل الأجهزة يشكل تكامل الأجهزة مستوى أعلى من التنظيم يعني الجهاز تعتبر أعلى مستوى من التنظيم وعادة الجهاز يتألف مجموعة من الأعضاء يعمل معا لأداء وظيفة معينة والأجهزة المفروض يعمل معا كما يعمل الأعضاء معا في الجهاز كل عضو ينتمي الى جهاز مثلا المعده تنتمي الى جهاز الهضمي القلب ينتمي الى جهاز الدوران الرئتين ينتمي الى جهاز التنفسي ولكن هناك بعض الاعضاء ينتمي الى اكثر من جهاز يعني جزء من جهاز وجزء من جهاز اخر البنكرياس مثلا تعتبر مثالا لتكامل الاجهزه لأن هذا البنكرياس تفرز هرمونات تعتبر جزء من الجهاز الغدد الصماء وفي نفس الوقت تفرز أنزيمات أو عصارات هاضمة إذا تعتبر جزء من الجهاز الهضمي هذه كمثال على تكامل الأجهزة إذا السؤال حول هذا الموضوع هو اختار الجواب الصحيح أي من التالي تمثل تكامل الأجهزة كل عضو متخصص لأداء وظيفة خاصة به جهاز يتألف من عدة أعضاء بعض الأعضاء يؤدي وظيفة ينتمي إلى أكثر من جهاز كل ما ذكر حتما الجواب كل جواب جيم ليش؟ لأنه أريد من عندنا مثال على تكامل الأجهزة لو كانت السؤال أي من التالي صحيحة من حيث أو بالنسبة للجهاز كلها صحيحة ولكن كتمثل التكامل الأجهزة فهي بعض الأعضاء يؤدي وظيفة ينتمي إلى أكثر من جهاز كما عرفنا المثال كانت البنكرياس لكي تبقى الكائن الحي على قيد الحياة يجب أن تعمل الأجهزة معا مثلا تعمل كل من الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وجهاز الدوران في عملية التعامل مع الغذاء فجهاز الهضمي تهضم المواد الغذائية جهاز الدوري تنقل المواد الغذائية وجهاز التنفسي توفر الأكسجين حتى تتأكسد تلك المواد وحصولي على الطاقة مثال اخر على التكامل اجهزه الجسم، انه كل جهاز يتفاعل مع جهاز اخر حتى تلبي حاجات الطاقه لكل جهاز. مثال اخر على تفاعل الجهاز مثلا خدة الصماء المفروض تعمل جهاز اخر فعلا تعمل مع جهاز التناسلي. كذلك عندنا مثال اخر على تكامل الاجهزه انه خمس اجهزه كيف تعمل معا لشخص يسبح في الماء. كيف تعمل الأجهزة الهيكلية؟ عضلية عصبية تنفسية دورية لشخص يسبح في الماء. حتما كل من الهيكلية العضلية العصبية تعمل على تحريك العضلات. أما الدورية والتنفسية تزود الأكسجين والغذاء إلى خلايا الجسم وحتى أو إلى العضلات خاصة حتى نحصل على الطاقة. وضح العلاقة بين الخلايا والأنسجة الأعضاء والأجهزة حتما خلايا تكون أنسجة والأنسجة تكون الأعضاء والأعضاء تكون الجهاز. آخر قسم في هذه أو آخر آه شيء في هذا القسم هو تجاويف الجسم. مثل ما تعرفون هذه هي تركيبة الجسم الإنسان. نلاحظ فيه خمسة تجاويف. التجويف الجمجمي، التجويف الفقاري، التجويف الصدري، والتجويف البطني بيناتهم هناك نسيج عضلي. هي النسي الحجاب الحاجز هذه راح نعرف طبعا هي التفصل ما بين التجف الصدري والتجويف البطني ولها دور مهم وراح نشير إليها في الفصل الثاني في القسم الثالث وهو الجهاز التنفسي لها دور في عملية التنفس تجايف الجسم بشكل عام تحمي أعضاء داخلية من الأضرار وتسمح الأعضاء كالرئتين أن تتقلص ويتمدد وهي مدعومة ال. أما التجايف الخمسة هي خمسة المفروض نعرفها ونعرف ما هي الأعضاء الموجودة فيه مثلا التجويف الجمجمي تحتوي على الدماغ التجويف الفقاري تحتوي على الحبل الشوكي التجويف الصدري تحتوي على القلب والمنع وأعضاء الجهاز التنفسي بما فيها الرئتين التجويف البطني يحتوي على أعضاء الجهاز الهضمي منها المعدة مع الدقيقه وغير مع الغريضه وغيرها. اما التجويف الخامس هي التجويف الحوضي يحتوي على اعضاء جهازين، الجهاز التناسلي والجهاز الاخراجي. ولكنه مو شرط ان تكون كل الاجهزه اعضاء كل هذه الاجهزه موجوده ضمن هذه التجويف، مثلا الجهاز الاخراجي احد اعضائه هي الكليتين فتوجد في التجويف البطني. وبعض اعضاء الجهاز الاخراجي توجد خارج الجسم وهكذا. ومثل ما قلنا يفصل ما بين التجويف الصدري والتجويف البطني وهو الحجاب الحاجز نسيج عضلي و السؤال ما يتعلق بهذه الموضوع قد يجينا السؤال أنه ماذا تضم أو أين توجد أعضاء الجهاز العصبي المركزي هنا لازم نعرف أن الجهاز العصبي المركزي تتضمن الدماخي والحبل الشوكي إذن فتوجد في تجويفين التد تجويف الجمجمي تحتوي على الدماغ وتجويف الشوك الشوكي تحتوي على الحبل الشوكي. سؤال اخر يتعلق بهذا الموضوع هي اي من التجويف تحتوي على المعده حتما التجويف البطني. المثانه حتما التجويف بانه جزء من الجهاز الاخراجي حتما التجويف الحوضي. او مثلا يجيني السؤال ما هي او الـ 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 ما هي التجاويف التي تحتوي على عضو أو أكثر من عضو في الجهاز الهضمي هنا مشتركة العضو عادة المرء توجد في الجهاز الصد... عفوا في تجويف الصدري وبقية الأعضاء في الجهاز الهضمي توجد في التجويف البطني إذا عادة الجهاز الهضمي توجد في التجويفين منها المري توجد في التجويف الصدري وبقية الأجزاء منها توجد في التجويف البطني وآخر سؤال عندنا لماذا لا تحاط التجويف البطني بالعظام كما في التجويف الجمجمي ماذا لو كان التجويف البطني محاط بالعظام هذه لا يمكن أن يكون عظاما لكي تسمح الأعضاء الموجودة في التجويف البطني بالحركة وخاصة في أثناء تناول الطعام والحمل لو كان عظما تعيق حركة بينما تجوف الجمجمي عظما كي يحمي الدماغ من الأضرار. هذه الأسئلة أيضاً متعلقة بالموضوع، مثلاً يتكون أنسجة جسم الإنسان من حتماً يتكون من الخلايا. المادة التي تنغمر فيها خلايا النسيج العظام حتماً تكون أو المادة تسمى المادة الخلالية. الجهاز الذي يتحكم في حركات الجسم هي حتماً الجهاز الهيكلي. أكثر أنواع الأنسجة وفرة وتنوعا حتما النسيج الضام أي من التالي تمثل تكامل الأجهزة كل جهاز تتخصص بوظيفة خاصة بهذا خاصة بجهاز واحد وكل جهاز مكون من عدد من أعضاء أيضا خاصة بجهاز واحد أما ربط جهازين هو أن بعض الأعضاء تقوم بوظائف أساسية يمكن ينتبه لأكثر من جهاز كما ذكرنا البنكرياس هي مثال على تكامل الأجهزة التجويف الجسمي الحاوي على القلب والمرئ المرئ هي جزء من الجهاز الهضمي وهي توجد في حتما التجويف الصدري تضم التجايف البطني معظم أعضاء الجسم الجهاز من أكثر الأجهزة أو أكثر أعضاء الجهاز الهضمي توجد في التجويف البطني أكثر أعضاء الجهاز الهضمي توجد في التجويف البطني حتما الجهاز الهضمي تقع الكليتين في التجويف صحيح أنه جزء من جهاز الإخراج ولكنه تقع في التجويف البطني أي الجهاز أي أجزاء الجهاز العصبي المركزي تقع داخل من مثل ما قلنا جهاز العصبي المركزي تتضمن الدماغ والحبل الشوكي إذا توجد في التجويف الجمجمي والتجويف الشوكي. آخر شيء عندنا طبعا الأسئلة موجودة والحلول موجودة بالنسبة لأسئلة القسم أما أسئلة المراجعة القسم اللي هي كتاب التمارين تنظم جسم الإنسان عادة هذه للمعلوماتكم أنه هذه الكتاب أو هذا الأسئلة اللي هو الأسود الأبيض مو ملونة فنسمي كتاب التمارين عادة في كل قسم ورقة واحدة وتتضمن أربعة أشكال من الأسئلة الشكل الأول من السؤال هي مراجعة المفردات قد تكون وظيفة للمفردات اللي أخذناها في القسم أو قد تكون مثلا تعريف أو قد تكون مقارنة وغير ما يتعلق بالمصطلحات أما السؤال الثاني فيها اختيار من المتعدد السؤال الثالث هي الأجوبة القصيرة يخص القسم والسؤال الرابع التركيب والوظيفة أكثر شيء تتضمن شكل تتضمن رسم والأسئلة يتعلق بهذه الرسم فنعود مرة أخرى إلى هذه فكرة الكتاب التمارين بشكل عام فمثلاً عدنا في السؤال الأول النسيج العصبي النسيج العضلي النسيج الطلائي نسيج ضام من حيث الوظائف هذه ما ذكرناها في خلال الشرح أما اختيار من المتعدد يحتوي النسيج العصبي على خلايا متخصصة ماذا تسمى الخلايا المتخصصة بالنسيج العصبي؟ حتما الخلايا العصبية السؤال الثاني النسيج الذي يربط تركيبه ويدعمه ويحميه ويسمى حتما هذه النسيج هي النسيج الضام ثالثا تتالف الجهاز من جسم الانسان من عده من حتما يتالف من عده من الاعضاء اما التجويف الذي يحتوي على القلب والمرئ واعضاء الجهاز التنفسي اكيد هو التجويف الصدري مثلا ما الاعضاء الذي يوجد في التجويف الصدري تحتوي على اعضاء الجهاز التنفسي اكثر شيء وكذلك مثلا ممكن نذكر الرئتين، كذلك تحتوي على القلب وكذلك المرئ ايضا جزء من الجهاز الهضمي. السؤال اجوبه قصيره اذكر ثلاثه انواع من النسيج العضلي اللي عرفناه عضلات هيكليه، عضلات ملساء، عضلات قلبيه. وضح العلاقه بين انسجه الجسم واعضاء وأج... اعضاء واجهزته فكل مجموعه من الخلايا اذا عملت معا متشابهه فتكون الانسجه. مجموعة من الأنسجة تكون العضو والعضو يتكون الأجهزة أما السؤال الثالث ممن يتكون النسيج الضام؟ أكيد النسيج الضام يتكون من مادتين أو يتكون من جزئين فخلايا النسيج الضام والمادة البينية المغمورة بها هذه الخلايا والمادة البينية مثل ما وضحنا قد تكون سائل كالدم وقد تكون صلب كالعظام وقد تكون سائلة شبه صلبة كما في الاوتار والغضاريف والدهون اذكر وظيفتين للنسيج العصبي ذكرناها من خلال الشرح وهل يمكن ان يكون عضو في اكثر من جهاز على الاجابه هنا هذا السؤال ذكرنا في تكامل اجهزه انه البنكرياس توجد في تعمل في جهازين او تعتبر عضو لجهازين عضوا لجهاز الغده الصماء باعتبار تفرز هرمونات وكذلك عضو في الجهاز الهضم بأنه تفرز الأنزيمات الهاضمة ولكن هنا سؤال تفكير ناقد هذا التفكير الناقد ما يخص أنه موضوع المادة العلمية في الكتاب وقد تكون المثال خارج الكتاب يعني ما ممكن أن نذكر نفس المثال أن كل البنكرياس فنفكر بعضو آخر اللي تعمل للجهازين والعضو المعروف ممكن أنه تتعرفون عليه في المواضيع القادمه وهي البلعوم. البلعوم ممر مشترك بين الهواء والغذاء. ممر مشترك بين الهواء والغذاء. لذلك تعتبر جزء من الجهاز الهضمي وجزءا من الجهاز التنفسي. واخر شيء عندنا وهي التركيب والوظيفه. حسب هذا الرسم عندنا التجويف الخمسه، التجويف الجمجمي، التجويف الفقاري، التجويف الصدري، التجويف البطني، والتجويف الحوضي. هنا أسماء التجايف الحروف الذي يشير إليها. سؤال ثاني ما هي التجويف الذي يحتوي على جهاز عصبي المركزي؟ كررناه وقلنا تتضمن الدماغ إذا توجد في التجويف الجمجمي وكذلك الحبل الشوكي توجد في التجويف الفقاري إذا أعضاء الجهاز العصبي توجد في التجويفين هما التجويف الجمجمي والتجويف الفقاري ما وظيفة التجويف في الجسم عرفنا أنه يحمي الأعضاء في ما موجود في الجسم يحمي الأعضاء الداخلية في الجسم وملاحظة أخيرة لو جانا مثلا سؤال وسأل أي من التجويف التالي ممكن نتصورها أكبر حجما حتما من خلال الرسم يشوفون التجويف البطني تعتبر من اكبر التجايف الجسم اعزائي الطلاب بهذا ننتهي الى نهايه هذا الدرس استودعكم الله والى اللقاء